Chapter 3 Security Architecture Principle of Security of Secure Enterprise نشوف الأشياء البيزك اللي بيحتوي على الأشياء البيزك اللي إحنا نحتاج له عشان نعمل سكيور لل للانتربرايز لل طيب غالبا اشياء انا كله حاجات عن مش كده انا عن عن الداتا والتخزين و طيب نيجي نشوف ال infrastructure concentration طيب نيجي نشوف الديفايس وين يعني نحط أي أي device لأنه مكان الديفايس is very important من ناحية السكيورتي لأنه احنا لما نقول سكيورتي نتكلم عن الثلاثة أشياء بتاع الـ CIA فغالبا زول لما تقولوا سكيورتي بس بيعتبر أمني بس يعني لكن احنا لما نقولك في السايبر سكيورتي معناها نتكلم عن الثلاثة أشياء الـ CIA Integrity uh, confidential. integrity or availability now initial uh, de device replacement proper property replacement of router switch and access point exclusion type الال راوتر سويتش اكسس بوين فا وجودهم في مكان مهم ات very important سو طيب الراوتر للناس اللي ما عارفين النتورك اذا قلنا الراوتر what's the router or oh, what's the switch or what the difference between router and switch and what's access point this question uhuh uh, uh question the router هو عبارة عن جهاز بيعمل على توجيه البكيد

ممكن نقول هو عبارة زي مفاتيح بتعمل على شنو؟ توزيع توزيع الـ بي لفيلانات معينة بحيث إنك إنه تقسم مثلا الديبارتمنت ولا تقسم الفروع ولا تقسم الأجهزة لفيلانات ما تدخل مع بعض وبتديها ليفل معين من الأكسس.

تكون بتساعد بصمة لدخول الأبواب ممكن تكون الأكسس بوينت واي فاي لدخول الإنترنت لا أنا أتكلم عن ديفايس كديفايس يا الإجابة الثانية صحيحة يعني أنت قلتي للإنترنت أكسس بوينت هي زي السويتش لكن بيكون شنو عن طريق شنو؟ واي فاي

بعمل اكسس لل end بوينت لما نقول اند بوينت معناه معناه الكمبيوتر بتاع الشخص او البي سي اللي انت بتشتغل به لابتوب او بتاع اخر اخر جهاز في الشبكه مثلا فالفرق بيناتهم الـ الراوتر هو بربط الشبكات مع بعض اما السويتش بربط ال end point مع بعض عشان يعمل لنا شنو؟ يعمل لنا network كويس؟ وممكن يكون وسيط من, من uh, بعمل لنا network uh, network تسويتش ممكن تربط مع network تاني عن uh, طريق شنو؟ لازم يكون في وسيط بيناتهم لازم يكون في routers so any two network لازم تربطهم ب routers لكن any انديفايس او الكمبيوترات نربطهم مع السويتشز مع السويتش عشان نشكل نتورك والاكسس بوينت بكون زي السويتش لكن بكون وايرلس بكون قاعد في مكان الناس بيعمل اكسس بالنسبه له فالاجهزه ده وجودهم اماكنهم is very important كويس اذا خطيته في المكان الصحيح Uh, but the nation optimize data flow minimize latency or enhancement security gateway router as a network it's edge help filtering traffic effective okay give me one minute and i'll that طيب سوري uh, طيب طيب قلنا التوزيع بتاع الأجهزة ده مهمة جدا وين محل نخط راوتر وين نخط سويتش وين نخط أكسس بوينت كويس بالذات الأكسس بوينت نخط في مكان عشان يعمل لنا شنو يعمل لنا جود كفرج كويس لازم نخط في مكان عشان يعمل لنا جود كفرج عشان يكون في availability يعني لو عندك building لازم تعمل سيرش عشان تخط access point في مكان بحيث يغطي كل الاماكن والشبكه ما يكون ما, ما يكون ضعيف فده ده اهميه انه يعني where we can replace ال ال devices ديل نتورك ديفايسز ف الراوتر ده برضه مقسوم على اثنين مش اساس نعم تك الراوتر ده برضو مقسوم على اتنين واحد uh, 2.4 فور وواحد فايف uh, جيجا في الوض... بتاعه وضح الكلام بتاعك <applause> كويس الراوتر مقسوم على اتنين واحد بيكون اتنين جيجا هرتز اتنين فور بيكون فايف جيجا واحد بيكون سلو, واحد بيكون في تو لود واحد بيكون فوق وان لود والثاني بيكون فوق تو لود برضو صح؟ او oh, انت بتتكلم عن اكسس بوينت ما راوتر ده اكسس بوينت اكسس بوينت يس او اوكي في حاجه يا إيه. يا في حاجه الناس بيعملوا كونفيوز يعني انت مثلا في البيت بيجيبوا لك جهاز ويقول لك ده راوتر مش كده ايوه وده ده بيكون فيه ثلاثه اشياء مع بعض بيكون فيه راوتر وفيه سويتش وفيه اكسس بوينت كويس فجهازك ده بيشتغل كراوتر لانه بربطك الشبكه الداخليه بتاعك اجهزه مع الشبكه بتاع السيرفر بروفايدر ده واحد اذا ده بعمل راوتين اثنين بكون فيه فتحات انت ممكن توصل دايركت لجهازك بكيبل صح ثلاثه بيشتغل واي فاي اكسس أيوة. point ايوه ف ده ده ده, ده بيستعملوا ديما للhome او سمول اوفيسز ف احنا لما نقول انتربرايز ده معناه الراوتر ده جهاز قائم بذاته والسويتش جهاز قائم بذاته والاكسس بوينت جهاز قائم بذاته والسويتش ممكن يكون فيه تلات اربعه وعشرين فتحه او ثمانية واربعين فتحه او ممكن يكون اقل له. و الاكسس بوينت بيكون بس بيكون ب بي... بي... ال القوه بتاعه بيكون قوي طيب دي عرفت الفرق بيناتهم مش كده؟ فالحوم <applause> بيعملوا كله في جهاز واحد عشان الكوست وكده لانه إذا جيت مثلا سويتش بتاع برايس بيكلفك كم تاشر ألف دولار السويتش براو راوتر ممكن يكون آه سويتش أقل السويتش ممكن يكلفك كم تاشر ألف لحد لحد مية ألف السويتش الواحد كويس والراوتر برضو مكلفة يعني وأكسس بوينت مكلفة لكن أنت هنا بدوك جهاز مبسط جدا برايس تلقاه ب 100 ولا 200 دولار يعني كهوم و... سمول اوفيس او هوم والشركات بيعملوا الحاجات دي مع بعض وكده يعني طيب فانت بتتكلم انه تقول فيه 2 2 ميجا هيرتز 2 ميجا هيرتز ده ده في الـ في الاكسس بوينت او بيسموه هوم راوتر مثلا بكون فيه تو نتورك وفو يدين فيو سري نتورك واحد بختلف فين في الفريكونسي الزبزبة بتاعه إيوة اوكي okay. ده كلامك كده مش كده ايوه طيب يعني جهازي بتاع الهوم بتاع الواي فاي ده فوقه ثلاثة أجهزة فوقه عبارة عن سويتش واحد راوتر والتاني اكسس بوينت كمان يس كلهم في جهاز واحد يس yes. اوكي okay, yes. فيه ثلاثة أشياء دي ما بعد أو طبعا. زمان كان بيجي جهازين ما بعد بكون في راوتر بعد ده أنت تشتري أكسس بوينت وماوس سويتش لكن هسه بيجي كله بكون في جهاز واحد مثلا أنت لو في any server provider مثلا مثلا كوكس مثلا هنا هنا كوكس الكوكس ده الأي بتاعنا كوكس آه. اكس طيب ديل بدوك جهاز فيه ثلاثة أشياء دي مع بعض عليك توصل الكيبل بتاعك وفيه أربع أشياء حتى فيه بتاع تي في يعني تقدر توصل فيه خمسة أشياء حتى فيه تلفون فيه فتحة توصله للتليفون فيه فتحة توصله للتلفزيون وبيشتغل معك واي فاي وفيه فتحة للكيبلز ده كله بيشتغل معك وكله بيعملوه في جهاز واحد يعني. اوكي. بس. طيب. اوكي، we're gonna move. طيب. security zooms. طيب. احنا خلي بالك احنا نتكلم عن يعني نتكلم عن الشركات الكبيرة والبتاع. ما قاعد نتكلم عن ال home الحياة الصغيرة. كويس. ف لانه الديفايسز دي الغالية يعني ما ما شخص بقدر بيعمل في بيت ولا انت ما في زول بيشتري لو سويتش ب ألف دولار ولا راوتر ب كده وانت اوريدي جس يوز it فور انترنت اونلي يعني غالبا او سمول نتورك لانه الشركات الكبيرة مثلا اكتر سويتش give me one minute اوكي طيب فقلنا الشركات الكبيرة بكون في شبكة كاملة فالشبكة كاملة انت مثلا عندك uh, عندك مثلا ألف كمبيوتر ما بتربطهم كله مع بعض يعني بسويتشات وكده تقوم تقسمهم لانه انت لما يكون إنتربرايز بكون عندك سنسيتيف داتا وعندك داتا سنتر وعندك عندك اقسام كتيرة جدا وكده فانا بقوم بعمل زومز بقوم بقسموه الى زومز بسموه انطق نطاق مش كده طيب فبقوم بقسموه إلى مجموعة من الأقسام ففي محلات بكون هاي Secure وفي محلات بكون Low Secure، ديبند تو كويس؟ Security Zoom it is a collect of the network segment from سيجمنت صغيرة مقسومة that use to شنو policy regulations inbound and outbound traffic يعني بوهم بقسم الشبكة ذاته، الكلام ده طبعاً تقسيم. فيزيك آه، لوجيكال يعني بكون عندك إيه سويتش فيه 48 بورت ممكن تقسم كله 12 بورت لزوم معين وما بيشوف كله كله زوم ما بيشوف الزوم الثانيه وتربطهم عن طريق فاير وول الفاير وول ده بخليك تتحكم في زومز بشنو؟ بـ Policies تختلو Policies في الـ Inbound والـ Outbound Traffic الترافيق الخاشي والترافيق التالي فالخاشي بكلو Inbound والتالي Outbound Traffic وبعد ذاك ممكن نخد Many Other Security Devices لكن غالبا احنا نخد الـ Firewall لو لاحظت هنا Uh, مثلا عندك ويب بكون مفصولة من الشبكة ده عن طريق فاير وول بعد كده هنا نجي في الكونفجريشن بتاع الفاير وول نخط البوليسيز الترافيك الان باوند شنو والاوت باوند شنو the same as ويب uh, web server برضو نخط فاير وول هنا نكسبه من الجسم ده وبعد ذاك to configure the power as uh, firewall depend to, to policies our regulations uh there in have to traffic we are to know in traffic you push we are to know in traffic namelo block deny or access or block okay screen is subnet screen is subnet it's a network architecture that use single firewall with three network interface يكون إننا firewall واحد لكن إننا three interface interface دي الفتحة اللي إحنا نربطه بالشبكة يكون فيه ثلاثة كروت الشبكة uh, the public interface, whatever i to connect to the internet. office screening subnet, also known as DMZ. What's DMZ? Demotrization zone. Demotrization zone. Some more DMZ. او بقول لك الـ الـ الزوم اللي بيكون شنو المنطقة المنزوع السلاح مش كده انترفيس ده قال لك شنو سبريت بين انترنت والاكسترانت اريا هنا لو لاحظت ده انترنت انترانت إنترنت او اكسترانت كويس الثالثة إنتر انترنت نتورك انترفيس كونكت تو ذا إنترنر انترنال نتورك فبكون ثلاثة واحد بربط لنا الانترنت والثانية دي ام زي والثالثة الانترانت detect in beta attack service column and attack service attack service it is a uh, entire area of the channel you know, an organization or system that it is a uh, suspect Pick up to hackers يعني ده المناطق الهاكر بيستغلوا عشان يعمل attack للشبكة بتاعنا طيب, they refer to the point where unauthorized access or data exfiltration can occur بشوف طبعا الشخص لما يكون دار يعمل hacking او دار يعمل اتاك للسيستم بقوم بعمل scanning وبشوف الاماكن الممكن نقدر الضعيفه في الشبكه الممكن ممكن نقدر يعمل اتاك بو او يقدر يعمل شنو يقدر يعمل data exfiltration إذا كان طيب إذا large attack surface increase the risk and vulnerabilities اذا احنا خلينا الاتاك سيرفيس ده كتير ده طبعا بيزيد ال... بيزيد الريسك وبيزيد شنو الريسك بتاع الفانربيليتيز ومجرد ما يكون vulnerabilities بكون طبعا يعني it's easy to attack فعشان كده احنا نعمل سكاننج عشان نعمل شنو Identify and mitigate the vulnerabilities to reduce, you know, attack service. وديما طبعا احنا نعمل regular assessment نعمل assessment للشبكة بتاعنا to minimize you know, the attack service of the network يعني كل مرة نقوم نعمل تقييم للشبكة بتاعنا ونشوف المناطق الضعف عشان نقلل من شنو من الاتاك سيرفيس طيب نيجي نخش لحاجة بسموه connectivity method شنو الطرق اللي احنا نستغله في ال connectivity قبل قلنا لما يكون عندك راوتر في البيت هوم راوتر عندك طرق عشان تعمل connect للنتورك او للانترنت واحد من الطرق ده وير انطريق وير تقوم توصل الكابل في الفتحة بتاع الروتر او السويتش بالمعنى الصحيح او انطريق شنو ويرلس او انطريق واي فاي واي فاي طيب connectivity methods refer to the ways device can connect to each other's الطريقة أنه كيف نربط الأجهزة مع بعض قلنا وير و طبعا نستعمل كيبل اسمه ايثرنت كيبل ده الكيبل اللي بيكون فيه فت فيه راس بيكون فيه تقريبا ستة ولا تمانية أسلاك داخلية بسموه ايثرنت كيبل الناس اللي دارسين نتورك عارفينه كويس وعارفين انواعه كات فايف كات Six so the speed, okay? Type out wireless. When i missile wireless, in Wi-Fi. wireless provides flexibility, but may suffer from you know interface interference and security issues. Alferic being a wire or wireless, which one is secure, question? And why? A wire? Yes, which one is secure and why? Al wire, secure or terminal wireless. why لأنه تقدر تتحكم به من الداخل وكذا mm -hmm. لكن الوايرلس ممكن يكون فيه attack برا وكذا يكون اسفل في في أسفل من الواير yes لأنه أنت الواير تتحكم فيه عن طريق physical physical شنو you know? security right تقفل yes. الابواب وكده اما الوايرلس ما بتقدر تتحكم عنه عن طريق فيزيكال سيكيورتي لانه بكون في شكل سيجنال so, فانه ميزتين ممكن يكون بحصل ممكن نحصل جامب سيجنال بتاعه او ممكن يحصل شنو انترفيرنس انترفيرنس معناه تداخل يعني بكون بكون شنو اذا حصل تداخل ممكن يحصل شنو كتل ال... للسيجنال كويس لكن عنده ميزة ميزة بتاع شنو قال لك فلكسيبيليتي مش كده عادي انت تشيل اللابتوب بتاعك وتقعد في اي مكان في الشركة تشتغل ما عندك سلك جاري وماشي ولا اي حاجة مش كده لكن اذا كان اذا كان وير معناه لازم تمشي مكان بتاع الدروب مش كده او البورت بعدك توصل او بكون كابل طويل وجرجر بالكيبل بتاعك وعنده مساحة معينة تمشي بيه لكن وير ليس عنده الفلكسبيليتي Father and uh, connectivity methods. the have made fair. Failure. mode Galactus between. Uh, fail open and fail close mode to handle device failure. طبعاً ما دام إحنا شغالين بـ Devices مرات بحصلو Failure لل Device مش كده طيب إننا تو موت إننا Fail Open و Fail Close الفرق بيناتهم شنو تمشينا الفير Open Like Allows Traffic To Pass During The Failure Maintains Connectivity but reduction, re reducing, reducing what? Security. كويس؟ right? إذا حصل fail فأنت لو اخترت ال fail open mode ده بخلي traffic بكون ماشي يعني allowed the traffic to pass during the failure كويس دخل لي بعملك شنو بحافظ عليك maintain to connectivity يعني ما بكون مثلا عندك switch او router طبعا اذا عندك router و switch وفي router تاني و router router بربط routerات مع بعض لحد ما حصل نهاية الشبكة اذا حصل fail over في 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 الراوتر إذا هو على فيل فيل أوبن معناه ال بكون ماشي لكن السكيورتي بكون شنو؟ بكون less أما الفيل كلوس close block all the traffic during the fail. عشان يحافظ على شنو؟ على السكيورتي لكن بعمل شنو؟ بعمل شنو؟ بعمل uh, over connectivity بقطع اتصال

اذا ما في سكيورتي بوليسي بعد داك انت تناقش الكلام ده مع الـ مع الناس المانجر عشان تعمل ما بتنفذوا مثلا تعمل الحاجه دي براك لانه ممكن يكون حصل فيل 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 موت في بعد ذاك انت عملت مثلا اخترت ال الخيار الثاني انت كده بكون قطعت الـ Connectivity نهائيا ممكن يعمل ايفكت كبير جدا أو إذا اخترت الخيار الأول إنت هنا بكون عندك Connectivity لكن Security بتاعك less فبرضو إذا عندك مشكلة بانك عندك Sensitive داتا برضو كان عندك مشكلة So قلنا Dependent Organizations Security Policy Then you shift a device attributes. The attribute are properties of the device that define the data can be reported as states against the device consideration whether the device are con active or passive and if they are in line or topic active device when in a passive passive devices and active devices ده اننا مشانا Induction Prevention System Grace ده Active وال Passive Induction Detection System IDS وال اول IPS شنو الفرق بيناتهم طبعا قلنا ال IPS بعمل monitoring and act on the network traffic. Waste, while uh, Induction Detection System, or IDS, observe and report without alert traffic. An active device the BAML monitoring, Obama action. أما ال passive أي passive, de passive devices بعمل observe and report ما بعمل action بعمل action معناه ممكن يوقف ال إذا كان في أي attack حاصل ممكن بعمل action بوقف ال attack أما إذا passive بعمل report بس Bama report will be The inline devices. Are in the path of the network traffic. i and monitors caption data. Without disruption, disruption. That and the attribute devices of C-MAT vital, okay. Then you shift load balances. Load balancer. طيب إذا عندنا لوت واللوت ده مشكلته شنو؟ إذا عندك لوت في الترافيك ممكن يسبب هانج للسيستم أو كراش للسيستم وده بكون بيسبب لنا شنو؟ بيسبب لنا ديناي أوف سيرفيس أو أو معمل كراش للترينجل بتاعنا الأفيلابيليتي

فدبّ بحسب شنو enhance service effectiveness and prevent overload overload بحاسين لين ال serviceو بعدها ال ال بقللين من شنو من overload مين الزايد الحمولة الزايدة يا corrective Ensure density and reliability. Performs continuation and health check. Apply application delivery, control it. All the traffic advanced functionality. Essentials, high domain environment, and high traffic websites. ديل كله اللود بالانس بيعمل لنا الحاجات ديل يعني في النهاية الملخص بتاعه انه هو بوزع اللود عشان برفع الاداء وبحسن الاداء وبخلي ال ال مثلا لو اننا ويب سايت يكون السبيد بتاعه او الترافيك بتاعه ما بكون كتير فلما يكون ترافيك ما في كتير بكون شنو هاي سبيد Type. Implementing a software or network. A load balance software hardware. software application or hardware manu device, physical device, solution, and it's usually associated with device, router, firewall, NAT, and so on. Diamond Bukumal فبعمل بعمل شيفت لللوت مثلا لو لاحظت هنا مثلا ده يوزرز اي واحد مثلا مثلا مجموعه من يوزرز بكون في لود بالانس هنا مثلا ان السيرفرز فبدل اللود كله يمشي للسيرفرز 1 بمشي للسيرفر 1 و 2 و 3 لانه سيميلر بكون فيه نفس الاشياء نفس السيرفيس And then I uh, know yeah, some more schedule scheduling load balance. A schedule load balance determine how to distribute the traffic load among a virus internal service server. But is that in the number uh, load balance? Uh, the server in a uh, two server. وده اللوت الجاي فبكون في schedule هنا ده بيشتغل جزء فترة وده بيشتغل فترة عشان اللوت يحصل له distribute ما كله يكون لوت فيه جهاز واحد identity load balance identity load balance care specific users to A specific service in the cluster لما نقول cluster نقصد السيرفرات ديل إذا في 1 و 2 و 3 و 4 نقول لهم cluster وكون فيه نفس الميزات ونفس ال أو نفس ال service اللي بيقدمه فهنا مثلا لود بالانس هنا فهنا نقوم نحدد ل اي يوزرز سيرفر معين ما بيجي راندوم مثلا هنا مثلا راندوم بيجي كلهم خاشين بيكونوا راندوم بتوزع لك هنا هنا بنحدد اليوزرز اوكي okay. مثلا خلينا نسميهم باسامي او باللونز مثلا جرين اي يوزر In the tag green, which server one, a user have blue tag go to server two, a user have red tags going to server three. So in an ammunition specified had that I mean, now a user should get some more affinity load balance. Round travel, the word no mean load balance, round level load balance, similarly. Send each new connectivity to the next server in the cluster. The good na daily server at the cluster channel, daily traffic are in and load balance low. So, guide hina. For number one, to all the server. A نمبر 2 طوالي بمشي للسيرفر B ونمبر 3 بمشي للسيرفر C نمبر 3 بمشي لسيرفر C, C. ونمبر 4 طوالي بمشي ل 1 لسيرفر A B C وهكذا ده الطريقة بتاع التوزيع بتاع اللوت الأول بمشي للشباك الأول والتالي مش الشباك الثاني والثالث مش الشباك الثالث والرابع مش للشباك الأول والخامس للشباك الشباك الثاني وهكذا طيب إننا active active load balance أو cluster ده مش load balance ده cluster إننا active active لما يكون active active cluster has all the servers working rather than keep duplicate server in the service طيب لما يكون active active بكون كل السيرفرات اون اننا passive active each pair of service one on function اي اثنين بكونوا شغالين والثانية بكون اوف لفتره بعد كده بتحول ليه اللي... الاثنين التيار تشتغلوا والتاني بيكون اوف ديل باسيف اتقي باسيف ده اكتف اكتيف لما يكون اكتيف اكتيف كلهم اكتيف اكتيف باسيف باسيف معناه ديل بيكونوا اثنين شغالين اثنين واقفين Use case that the primary server should fail type. I'm load balance. I'm sure they have some proxy, proxy server type. What's a proxy server? It's act as you know intermediate, intermediate between client and server. Proxima now was it. Provide. Connect. Catch. Uh, co catch. Request. Filter. And log. Management. دي الأشياء اللي بيوفروا لنا البروكسي سيرفر كويس كاشن طيب كاشن ده بكون مثلا انت عندك ويب سايت انت بتخش عن طريق بروكسي تخش ويب سايت مثلا خشيت جوجل بعمل تخزين للبيانات ال... ويب سايت لكل عنده مثلا صور والاشياء الكتير بتاع جوجل ده فاول مره بكون بطيء لانه بحمل الحاجات دي من السيرفر لكن لما تيجي مره تانية برضو تخش في نفس الموقع بدل بمشي بجيب المعلومات من هناك بشيل المعلومات الاوريدي موجود ما بحملهم لانه اوريدي عنده هنا وبعد ذاك بحمل بس الابديت للموقع اذا في اي تغيير بشيل التغيير وبيجيبه بنزل لك عشان كده انت بتخش على الموقع الدور الجاي بكون very فاست لانه بشيل المعلومات بس من هنا وبينزلوا ليه فده فايده بروكسي بكون سبيدي اي موقع انت خشيت فيه فيرست تايم بقوم بخزن البيانات الموقع ده كله عنده لما تخش دور الجاي بقوم بشيل الموقع ده بمشي بشوف الابديت بس بشيل الابديت وبيجي بينزل الموقع من عنده فكده بكون سبيدي بعد كده بعمل فلتر للريكويست بعمل لوجين مانجمنت فهنا بعمل شنو؟ Uh get enhance request speeds to re reduce bandwidth audit. Dr. Gutarik Bamel uh BAML uh speeding. Fintain border to what fuel security layers. Bardu Bamel uh protect against DDOS. What's the DDOS?

ما هو تكون سيمبل بعد كده بالنسبة لكم يعني. ما هو لما نعمل بوتنج بوت نت يعمل يعني يكلف الأجهزة الثانية عشان يكتر اللود يوم يعاكس إنه السيرفر uh, يكون تقيل وبعمل اختراق لليوزرز والسيرفرز. بعمل دينايل مش للسيرفيس ما هو من اسمه بعمل دينايل للسيرفيس بمنع بمنع الخدمه مش بمنع الخدمه بعمل كت للخدمه للسيرفيس بس عندك موقع في سيرفر معين لما يحصل له دي دي او اس طوالي بيكون الموقع ده داون يو كانت اكسس وقلنا سموه دي دي Uh, distributed, but now the attack from many the attack from many computers. So, when the computers they have some machine tamal compromised, the many computers so the dim order to go attack that website. They Come attack bye. that website. Good night. Is okay. Okay. Sorry, sorry. Okay, uh, for a DDUS gonna. الدي او اس معناها اتاك من وان كمبيوتر لكن لما يكون دي دبل دي او دينايا ديستربيوتد دينايا اوف سيرفيس معناها اتاك فروم ماني كمبيوتر ماني كمبيوتر اي كمبيوتر الكمبيوتر حصل لو كومبرومايز شنو؟ بوت نت بوت مشكلة بوت نت طيب وكل الشبكة بسموه زامبي مشكلة. It's very simple, you know, DDoS. They both do a proxy. enhanced data encryption. And secure, compliant with the data severity. laws. proxy. So, بيشتغل كوسيط. عندنا forward proxy ده بيكون between users في النص. وإننا عندنا reverse بروكسي إنترنت uh, uh, and user. وإننا عندنا open proxy. ده بكون في النت وده بكون open يعني مش متحكم في شركة معينة و طيب نمشي لحاجة ثانية برضو ديفايس اسمه sensors طيب ال sensors بعمل شنو monitor detect and analyze the network traffic and data flow بخطهم في الشبكة بعمل monitoring براقب بعمل detect بعمل شنو analyze the traffic flow traffic هل في ولا بس traffic عادي Identify unusual activity. برضو بعرف al security perks. and performance issues <applause> ده كله حاجات بيعملوا من sensors. اذا في اي مشكله في الاداة مشكله في security. provide real time significant and protective network management تقدر تتحكم فيه تاخد البيانات ده تقدر تعمل real time يعني management للترافيك add in the performance and monitoring and alert act as the first line of defense against a cyber attack. في network. Then already, then in أنت عندك عندك the traffic, في المدينة مثلا وتخط ال... في ترافيك في شوارع المدينة تخط تخط على أجهزة بتاع السنسرز أو ممكن تكون في بوليس مان بكون في الشارع فده بكون إذا في أي حاجة براقبوا براغبو له في أي حاجة unusual زي can report right أي حاجة حصل أول معلومة بيجيك وين بيجيك من الـ من الشخص القاعد في الشارع مش كده that's the sensors do sensors and collectors those sensors and collectors gather information from from network device is a any network device router switch firewall induction detection induction provisions, That is da sensors as switches sensor bakhod ma'lumat min what's the difference between sensors and collectors when the sensor provides the uh, raw data, raw data, the collector converts the raw data into the you know, logical information or the information that makes sense. A sensor must be a data, raw data, data, the raw material. by the collectors. Uh, ال collectors بعمل convert the raw المعلومات العديدة يقوم بحولها لشنو حاجات logical information how something makes sense this is the collectors sensors collect data Co collectors بعمل شنو بعمل convert that data to the, شنو, to the logical information or information that makes sense طيب switch قبل تكلمنا قلنا switch بعمل بعمل كونكت للاند ديفايسز مع بعض بكون لنا شبكه طيب مهمة السويتش بعمل شنو؟ السويتش is a network hardware that connect devices mm -hmm. and on the computer network يعني نعمل أي شبكة أول حاجة لازم نجيب سويتش عشان نربط الأجهزة بتاعنا مع بعض ما بنجيب راوتر لأنه الراوتر هو بعد ما نعمل شبكة بعد ذاك نربط شبكتنا مع شبكة أخرى مثلا شبكة البيت مع شبكة الانترنت لكن السويتش عشان نعمل شبكة لازم نجيب سويتش ونوصله مع بعض يوز تايب السويتش بعمل قال لك يوز باكتش سويتشين to receive or forward data to the destination يعني السويتش مهمته زي بتاع البريد بيستقبل البيانات وبرسل البيانات مثلا اي فتحة بيستقبل البيانات بادرس معين وبقوم برسله لادرس معين وانا بعمل ريسيفين وشنو فوروردين بيستقبلهم وبرسلهم زي مجمع بتاع بريد بيستقبل الجوابات بعدك بوزعه اوكي okay. to the destination ده السويتش بتربط كده ممكن يكون مربوطة مع بيسيس أو مربوطة مع جيمز مربوطة مع ديكودرز مربوطة مع تيفي أو مع تلفونات تربطهم مع بعض بيعمل لنا ده شبكة برا بعد كده بكون مربوطة مع موديو مع ما... واتكون راوتر عشان يعمل لنا شنو راوت لأي ترافيك من هنا يوجه لنا أي ترافيك من هنا إلى شبكة تانية معناه من هنا من هنا كده شبكه برا ومن هنا ده شبكه برا فشبكتنا ده عشان تربط مع العالم الخارجي دارين راوتر كوسيط يربط لنا بالشبكه الثانيه يعني. this is the function of the switch بعمل receiving and and forwarding the package router طبعا ده home router مش الراوتر الاصلي لكن ده هوم راوتر اللي بيشتغل بيشتغل شايف ده بيشتغل لك السويتش وبيشتغل اس اكسس بوينت بسموه راوتر او ممكن يكون بنوعيه ده ده الهوم لكن في راوتر طبعا السويتش قلنا بيشتغل في لاير 2 والراوتر بيشتغل لنا في لاير 3 والراوتر it is a piece of the network hard of the network hardware that's allowed to communicate between your local home network and internet يعني مربوط لنا شنو؟ two network at switch نعمل بو نتورك لكن الراوتر بربط لنا تو نتورك طيب هنا شوف ده الراوتر مثلا هنا نتورك هنا مربوطه بالسويتش هنا هنا كلاين 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 برينتر سيرفر نتورك كويس لان 1 مربوطه ب بسويتش عمل لنا لان هنا, هنا لان 2 فيو برينتر سيرفس بك طيب عشان نربط الشبكتين ده مع بعض ما 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 في طريقه نربطهم كده مع بعض من سويتش switch لازم يكون في وسيط راوتر لانه this is network و this is network قلنا function بتاع router بربط لنا many network بربط لنا شبكه A uh, LAN 1 and LAN 2 and LAN 3 أو الانترنت انترنت LAN 1 LAN 2 this is a router نجي ديفايس ثاني فاير وول فاير وول system سيستم ديزاين تو بريفنت ان or اكسس اور فروم برايفت نتورك يعني لو اننا ده الشبكه بتاعنا فيه ميني كمبيوترز مربوطه بالسويتش ودارين نربط الشبكه دي بالانترنت نخط فاير وول هنا بعد كده يرسلوا الانترنت عشان يعمل شنو اذا كان في ان اوثرايتد اكسس ما قلنا بلاك ديبند لشنو للبوليسي الموزع هنا يا الاود يا ديناي ديناي اوكي جود طيب ا uh, مثلا ده ده هوست بيس فايروورك اننا اثنين نوعين اذا وصلناه مع هوست او مع اند ديفايس او مع جهاز واحد بقول له هوست بيس وده بيكون في شكل السوفت وير فده هوست بيس فاير وورد إننا هنا هوست بيس جهاز واحد فاير وورد انترنت اما اذا كان بيجا على نتورك فاير وورد كل الشبكه نحسب فاير وورد واحد ندخله في النت زي ده كل الشبكة فاير وول كده لكن إذا هوس بيس أي واحد بيكون فيه فاير وورد لوحده عرفتوا كده الفرق بيناتهم شنو الاثنين الهوس والنتورك طيب قلنا الفاير وول مربوطة ببوليسيز أو طيب الفاير وول في اكسس كنترول ليست ده زي لما تيجي المطار مش بقول لك في لس بتاع محظورين وكده بكون في مثلا انس محظور مثلا يجي الطيب يسمح لهم مرور مثلا مصطفى محظور محمد ده, ده, مثال مثال فقط اوكي فا ان انا لس برضه فاير وور بكون فيه لس زي ده allowed or denied مسموح او غير مسموح محظور او غير مسموح بعد كده بحددوا ال IP address و شنو ال protocols port كويس ده كله في شنو في ال configuration بتاع الـ firewall احنا ما بيهمنا الـ configuration بتاعه كيف لكن نعرف انه عنده حاجة بيسموها access control list important security measures but will not prevent protection against attack كويس هو بزايل زي زيل 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 guard guy بيجي فلان بيشوف ايوه ده اسمه فلان براجا اذا اسمه في اللست بيشوف قدامه مكتوب allowed بخليه بخش اذا كان اسمه اسمه deny براد بس كان كده اسمه access control list فيها اسمه employee Employee device deny uh, اي فاير وول لما تجيبه بدايه قبل ما تعملوا كونفجريشن ديناي اول ما بسمع لاي لأ شيء بخش ما انت تعملوا كونفجريشن هسه السويتش لما تيجي توصله بدون كونفجريشن أكيد بيشتغل معك عادي جدا بالديفولت كونفجريشن توصل بس كهرباء توصل البورتات بيشتغل معك لكن الفاير وول لما تجيبه توصله ما بيشتغل معلم انت تقوم تقول له تعمل configurations أي حاجة بعمل deny ممنوع الدخول فقط أي بورت ممنوع الدخول بعلام أنت تسمح له ذا الـ firewall طيب in next generation firewall طيب next generation firewall أو اسمه NGFW firewall طبعا بقولوا FW next generations Permit or block traffic between, you know, network. Next-generation firewall, adding advanced, next firewall, like, you know, into, into, and get Like, application level, packets, inspections, and induction preventions. filter firewalls, that for induction prevention, induction detection. Filters, yeah you know. عشان كده سموه Next Generation متطور شوية مش بس آه, deny or permit or block فيه ميزات تانية تحليل وان spection و و traffic filtering and so on فده Next Generation firewall هنا جهاز تاني برضو كل يوم ده أجهزة آه, بسمو UTM Unified Threat Management واليو ام ده زي ما في جهاز بيقول له in one مشكله زمان كان في printer و و و printer و scanner كله بيكون في جهاز واحد بيسموه اولد in one مش كده تجيب printer وتقدر تعمل مسكان وتقدر تعمل بو كوبي وكده فده برضو احنا نقوله له in one Unified يونيفايد ثريت مانجمنت فده بروفيد مالتي فيتشرز بكون فيه كل الميزات بتاع مش كله اغلبيه ميزات سيكوريتي ممكن يكون في شكل السوفت وير ممكن يكون في هارد وير لكن لما نتكلم عن انتربرايز كنا عن هارد وير فبكون فيه شنو؟ فيه مالتي سيكوريتي فيتشرز فيه انتي فيروس انتي سبامز تنس فلترنج شنو ويب Filtering in single device. The device is one, but you can use an induction detection system, addition prevention system, firewall, antivirus, uh, anti-spams, and all these filters. I think UTM is UTM. important. But remember, it's all in one. The device is one, it works in many functions. هنا هناك all إن one في الكوبي والسكاننج لكن هنا في مجال بتاع السكيورتي يكون في انتي فيروس انتي سبامز فاير وورد انديشن ديتكشن انديشن بروفنشن كله في جهاز واحد نجاح سير وزا استاذ يس معلش ناخذ البريك هسه عشان الصبح حيفوت بعد Oh, so we are not familiar. I'm not sure. Okay. Okay. So what is in the body? it Okay. Let's take a look at the two slides. Sorry. Okay. jump server is defined of the system and network that access and managing all the device in different zoom of security. Mm -hmm. جام سيرفر ده بعمل شنو؟ سيرفر بعمل لنا شنو؟ بعمل لنا مانج اول ديفايسز قبل لما تكلمنا قلنا ممكن زوم 1 وزوم 2 زوم 3 نقسم باي فاير فاحنا عشان 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 نعمل مانجين نجيب سيرفر اسمه سيرفر اسمه جام سيرفر باخد لنا البيانات بتاع كل الزومز نقدر نعمل لهم مانجمنت كنترول اكسس ريديوسين ذا ترافيك سيرفيس اريا اند بعمل لنا بورت سيكوريتي بعمل مونيتور سيستم هيلث كل الاشياء بتاع السكيورتي نقدر نعملهم من جام سيرفر عن طريق كولكت ذا انفورميشن from فروم from زومز zooms وقلنا اي زوم صوام بيكون مقصومة بالفاير وول بورد سكيورتي طبعا السويتش قلنا فيه مجموعه فتحات واي فتحه نقول بورت. بورد واي فتحه ممكن نوصل فيه جهاز كويس النتورك سويتش فيتشر ذات ريستريكت ديفايس restricts device access to specific uh, port based on the MAC address. نيجي <applause> نعمل في السويتش في الكلام ده بيحصل في الكونفجريشن للسويتش أي بورت مثلا نقول له بورت ده مربوطة بماك ادريس بتاع الجهاز ما لو أي فتحة لو أنت جيت ركبت الكيبل ما يشتغل ماك ما لم يكون نفس الماك أدرس اللي إحنا عملنا له الكونفجريشن طبعا من ناحية السكيورتي كويسة لأنه إذا كان في سويتش أي ممكن نركب الكيبل يشتغل في كمبيوتر بتاعه ممكن يجيب اي كمبيوتر ويخش في الشبكه عادي جدا لكن لما نعمل بوبس بورت سكيورتي معناه نربط السكيو البورت بالماك ادرس اذا ما الجهاز المخصص له ما يشتغل معك اوكي okay. نجيب لحد هنا ونشوف بعد بعد بريك ناخذ 10 مينيت بريك نجي نمشي ل الاوثنتيكيشن بروتوكولز اوكي طيب إن أنا آخر حاجة كنا نتكلم عن ال أوكي بروكسي أو بورت سيكيورتي وقلنا البورت سيكيورتي البورت سيكيورتي قلنا نربط البورت بشنو بالماك أدرس would they enhance the network uh, security by preventing unauthorized devices for the connective. And of A has Mamusarrah Beo into Jitra Cup to fill the switch my stagger mark. But I'll find the port security. 802.x authentication. Authentication who we have 802.1x authentication. But the machine to prevent board based authentications for wired and wireless network. Is that if you wire a wireless, we to authenticate board based. Okay. Uh, mama requires three roles: supplicant, authentic authenticator, and mama's authentication server. They're They utilize, be radius <makes> or tag for actual authentication. ده كله عشان يعمل شنو ده كله عشان طبعا ده الاجهزة بعمل أوثنتيكيشن ده كله عشان prevent rock device access اذا في اي جهاز غريب خشة ما بقدر بعمل أوثنتيكيشن عشان كده احنا استخدم ال 802. .dot dot 1 x زي هنا احنا نربط الماك ادرس ب بالبورت نمبر هنا نعمل اوثنتيكيشن بورت بيس اوثنتيكيشن بورت 1 ده لما تعمل كونكت بجهاز اول حاجه بعمل اوثنتيكيشن للجهاز بعد كده بدي اكسس لكن هنا نربط البورت ال 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 بال بالماك ادرس فقط ده برضو بعمل لنا شنو prevent من الراك روك ديفايسز الاجهزه المشبوهه او الاجهزه الماء مصرب بيها okay. فده قلنا تستخدمه برضو في الوير والويرلس طبعا لازم يكون في authentication server عشان الحاجه دي تتم سيرفر معين نعمل له configuration بعد كده اي بورت خش فيه اي جهاز خش فيه البورت وبعمل له authentication هل الجهاز ده في السيستم or not بعد كده بسمح له انه يعمل connectivity اوكي نمشي ل induction detection system و induction prevention system فا بس نرجع للصفحه اللي <applause> قبل قبل شوي شويه التكاكس والراديوس ديل هم شنو اساسا ديل عباره عن بورتات او عباره عن ابلكيشن راديوس ولا تاك بلازا ده دي سيرفر ديل عباره عن شنو اساسا سيرفر في راديوس سيرفر او تاك سيرفر, سيرفر. اوكي ده سيرفر فانت بتخش السيرفر ده مثلا ان راديوس نقوم نبرمج مثلا السويتش رقم كده السويتش رقم كده ندي الماك ادرس السويتش وندي الصلاحيات بتاعه او تاك اكس مثلا السويتش رقم كده او الكمبيوتر رقم كده يعني ندي الصلاحيه او ديناي او اكسس كله برمجهم في السيرفر ده فانت لما تيجي توصل الكمبيوتر بتاعك ده ديفايسز اوكي ما 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 اشخاص كويس هسه انت مثلا دار تخش على الكمبيوتر مش لما تخش يوزر نيم باسورد مش بمشي active دايركتوري بيشوف الجدول بتاع الاكتيف دايركتوري بعدك بيشوف انه يوزر نيم باسورد صلاحيه بديك اكسس للصلاحيه بتاعك كيوزرز ايضا الكمبيوتر بتاعك لما توصله في النتورك لازم ال 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 التاكس اكسس او الريديوس ديل تو سيرفر ديل واحد فيم على حسب احنا عملنا تاكس تاكس اكس او الراديوس فاذا عملنا عملنا اي واحد فيم بعد كده نيجي نبرمجه نقول السويتش الكمبيوتر السويتش رقم كذا او الكمبيوتر رقم كذا مسموح له البرينتر رقم كذا مسموح له يخش الشبكة مجرد ما انت توصله اوتوماتيكلي باخد الماك ادرس من الـ الديفايس بتاعك بمشي بعمل تشيك في التاك اكس او في الريدي سيرفر بعد كده بديك اوثنتيكيشن ديناي اور اور الاوت اوكي وال والفرق شنو بين الماك ادرس والاي بي ادرس واحد wow. هم ذاتس بيج كويشنز انت درست الكوميونيكيشن صح؟ ها uh -huh. درست كوميونيكيشن انت مش كوميونيكيشن شنو الخلفية بتاعك في اي تي شنو انفورميشن سيستم انفورميشن سيستم اوكي طيب المفروض تكون عارف بتاع ده الماك ادريس اي جهاز من من المصنع بتاعه بكون عنده يونيك ادريس بتاعه ده بيطلع به من المصنع بتاعه كويس وما بتغير نيفر ايفر رقم زي الرقم التسلسلي بتاع الشركة زي شنو؟ الرقم التسلسلي بتاع الشركة بتاع الجهاز سيريال نمبر مش لا ده ما سيريال نمبر ده بقول ماك ادريس اوكي طيب في الشركة في حاجة ثانية في سيريال نمبر لكن ده ماك ادريس والماك ادريس عنده تسلسل معين بتكون من 6 آه ديجيت بتكون من 6 خانات و هكسي ديسيمال يو نو هكسي ديسيمال رايت هكس ديسيمال هكسي ديسيمال سيستم الارقام مش اننا الباينري والديسيمال وهكسي ديسيمال ايوه ايوه الباينري ده

لحد اف اوكي okay? يعني بكون من 16 رقم يعني هسه احنا الباينري بكون من رقمين ديسيمال بكون من 10 ارقام لانه ببدا من 0 ل 9 هيكسي ديسيمال ببدا من 0 لحد اف 16 رقم يعني تبدا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 بعد كده 9 بيجي A A زي الـ زي الـ 11 بعد كده B C D E F بعد كده ثاني ببدأ بالزيرو zero 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 one بكون zero two zero three zero four zero five zero nine a b 16 رقم يعني الرقم بيسموه شنو بالعربي الثنائي والعشري وال وال ال... ال... ستة, ستة عشر يقول ذي الميم ما بيهمنا يعني بكملوه بحروف فده بقوله ديسمل اوكي فالما ما قادر بس. تكون هيكسي ديسيمال يعني كم لقيت ايه معناه بيمثل 11 وبي 12 واذا لحد اف 16 يعني اوكي طيب بكون الارقام الاول بيمثل لك الدوله نو no. الارقام الاول بيمثل لك الشركه المنتجه وكده يعني اي رقم بيمثل حاجه معينه فبكون يونيك المهم يعني في النهايه بكون يونيك بكون مفصوله مثلا بكون رقمين مع بعض مفصوله كده يعني. اوكي بعدين ماك ادرس اما الاي بي ادرس ده زي رقم تليفون زي رقم تليفون متغير تعالي ممكن تأخذ ماك ادرس تقول اي بي ادرس بكره ممكن اغير اي بي ادرس تاعك لما تيجي تربط في النتورك في جهاز بوزع الارقام دي تقدر تعمل كونكت يعني زي التليفون بالذات اوكي كويس ده الفرق بين الماك ادرس والاي بي ادرس

بعد كده فيو اي بي ادرس كلاس 1 كلاس 2 المهم تفاصيل ديزا في نتورك كده مهم ان اناو ديل اي بي ادرس اوكي طيب كان نقول في شنو كان نقول في الريديس بشيل الماك ادرس وبعمل اوثنتيكيشن باي Address ادرس الجهاز عرفته فانت لما تيجي تعمل configuration تكون تنزل الماك ادرس في الراديوس بعد كده انت لما توصله في اي بورد طوالي البورد بيشيل الرقم ده ويشيل بعمل تشيك بسمح له ولا ما بسمح له وبعدك شنو الاذن اللي بيخطي وبيخطي في اتو في لان اند سو اون اوكي Is it clear? أيوة Yeah. yeah. لكن أمشي أمشي كده أقرأ عن ال ال IP address و MAC address لازم تعرف فيو هاي Go look on it search condition detection system condition prevention system فقلنا ده برضو واحد من الأجهزة أو ممكن يكون application أو ممكن ممكن يكون software أو hardware و detect suspensions activity on okay. The single host by analyze event on the host that bomber detect. grace okay. what that in a muslo horse host base laman gulo host base. Namalo H horse base induction prevention system is a can be network. Namalo NIP is a fill host. h HIP type. Host-based induction prevention system. BAMNA. Provention. Host-based. Okay. Host-based induction detection system that prevent or detect. Right? Host-based induction detection system. It is an application that monitors computers and network suspicious activity. ده بعمل monitor وده بعمل ديتكت اوكي بعمل او اور اليرت ذا اتس فاوند سمثين المشروع الفرق بيناتهم شنو الانديشن ديتكشن بعمل اليرت يعني لما يل... ببلغ. لكن ده بمنع ده بروفينت الفرق بيناتهم انديشن بروفينشن بمنع بعمل اكشن لكن ده ببلغ فقط ما بعمل اكشن ده الفرق بيناتهم كويس دل ان اي دي اس نتورك انديشن الفرق بيناتهم شنو ده بكون بكون شنو في الحوس لا ده بكون النتورك ده بكون في النتورك شايف في النتورك لكن ده بكون في الهوست في اي هوس بكون فيه اوكي okay. فاذا لقيت ان اي دي اس اذا جه سؤال بيجي في النقطه ده بيجي بقول لك سينا... بكتب لك سيناريو لكن تنتبه هل السيناريو ده بيتكلم عن جهاز واحد as host or بيتكلم عن network وده بربطك في الاجابه بعدين الاجابتين بكون موجود بكون اي دي اس او Uh, NIDS or HIDS. But if I'm just talking about the network, man, on the NIDS, if I'm talking about the hardware or the software, it's called HIDS. So it's an induction, Al Farik Benato, IDS. But IPS, an induction detection system, it's more an, an alert system that let us organization know if an anonymous or malicious activity is detected and Induction Prevention System take these detections to, to steps forward and shut down the network base before the access can be gained to prevent further uh, movement in the network. عرفت الفرق <سؤال> بيناتهم الاول قال لك بعمل اليرت إنديشن ديتكشن بعمل اليرت فقط بنبه اما انديشن بروفنشن باخد نيكست step بوقف بعمل اكشن وده كنا نضرب المثل ب بالمباحث وال والبوليس المباحث اذا لقى اي حاجه اي جريمه بقوم ببلغ فقط وما بظهر هو كشخصية مش كده في مسرح الجريمة ببلغ بس بشيل المعلومات وبرسله بس أما ال ده detective يعني ال detective. أما ال البوليس بقوم بمسك المجرم مش كده ما بخلي العملية تمشي لقدام إذا لقى الجريمة بقوم بمسك المجرم بوديو بوديو بعمل له arrest all alright so الـ IDS ده زي المباحث والاي بي اس ده زي البوليس بس لو خطيت كده تفهمهم very easy اي دي اس واي بي اس طيب نجي لحاجه مهم جدا VPN بي ان اي زول بيسمع كلمه في بي ان واتس في بي ان VPN, VPN is network uh, virtual private network ال VPN it's a encrypted internet connection creating the virtual tunnel between شنو employee انت to the company انت لو شغال من البيت بقول لك بعمل لك VPN تستعمل like, VPN ما بتستعمل توصيلة من هنا لحدي لحدي company بتاعك لكن تمشي through الانترنت بعمل لك tunnel بعمل لك like, tunnel between you and your company secure tunnel for the will virtual private network vpn vpn is private uh virtual private network or vpn it's encrypted uh, connected creating creating virtual tunnel between employee inter employee device to show to the company network وصلك للكمباني كانك انت قاعد وشغال في الكمباني بتاعك لكن انت قاعد شغال ريموت من البيت او من اي دوله بتشتغل وكده بعمل كرييت ل تانل وتانل اللي بيكون مشفر okay. وفي نوعين في نوع سبلت تانل وفي واحد فول تانل split تانل allows the mobile users access هنا الموبايل يوزر انت بكون عندك اكسس spirit ال vpn مع الويب ويب سايتس او ويب او الانترنت اما الفول تانل بيكون بكون ال في بي ان مع مع الـ, مع الانترنت كويك ده نوعين بتاع ال VPN طيب طيب مرات بكون في users انت ك user تشتغل من البيت ده بقول له ريموت اكسس في بي ان انت بتعمل ريموت اكسس لل بتاعك للداتا بتاعك اذا كان between user انت ك One network remote access remote access vpn are used to allow users a drive driving location to remote access to the network via secure connection What is attack x attack you know server ايوه سيرفر مدارسها الانس قبل ما بقى بعمل شنو يا انس تاك تاكس عباره عن سيرفرين قلنا في الراديوس وفي التاكس انا ما قلت لك هنا الريموت بيعمل بيستعمل تاك اكس الفانكشن بتاع تاك اكس سيرفر شنو هو الوصول عن بعد وات الوصول انه يعمل ريموت إنه نخش يقدر يخش على الشركه من الحته اللي بعمل شنو ما إنه انه فانكشن معين كلمه واحده انا ببحث عنه كلمنا هسي عنه بعمل... بعمل اتصال اتصال امن بعمل بعمل شنو جهازك جهازك اول حاجه لما يمشي بخش في التاك اكس تاك اكس سيرفر شنو اوثنتيكيشن يا جماعه اوثنتيكيشن سيرفر قلنا اننا اثنين من الاوثنتيكيشن سيرفر تاكس اكس وريديس فهنا الريموت اكسس بيستعمل شنو؟ تاكس اكس سيرفر يو جاد طيب اوكي طيب الريموت اكسس اننا سايد تو سايد مثلا اننا فرع في كاليفورنيا فرع في نيويورك ده نربطهم مع بعض ما بنربطهم بالانترنت عشان الناس يشتغلوا كلهم مع بعض زي قاعدين في مكان واحد نربطهم ب بي ان ونوعية ده من ال VPN بيسموه side to side side to side VPN it's a remote uh... a side to side هو الـ connection بتاع two sites عشان كده سموه side to side بكون remote بعد كده هنستعمل T2TP ده دل, البروتوكول احنا نستخدمو فيه كويس طيب اللي بيهمنا من الكلام ده كله انه امتى VPN اذا بين الكاستمر والشركة بتاعه بسموه ريموت أكسس بين ـ uh, دير بوت موقعين بسموه side to side VPN وعرفنا ال VPN هو شنو طيب طيب احنا قلنا عشان نربط الأجهزة دي مع بعض أو تتربط أنت مع الشركة بتاعك نعمل, نعمل نفخ. تانيل كويس نعمل نفق مش تاني اللي هو نفق اوكي طيب آه. هنا بنستعمل حاجة بيسموه IPsec IPsec provide, uh, provides network security for the tunnel protocols. Achen hafiz al tunnel tunnel kun secure nistamel hi bolu IPsec. It provides network security for the tunnels protocols. Masalan denar botat achi zada majhaza narbotumbe tunnel nistamel IPsec. Okay. Wait. I'm sure. Hi, Tanya. Software Defend White Area Network SD One. Software Defined Wide Area Network, our SD One, our SD WAN One. White area network and it nienta mana shabba. Yeah, white area network, yeah local area network. LAN one. LAN mana local area, one mana white area network. It is automatic programmatic approach to manage to managing enterprise network connectivity and circle. فاست طيب ده احنا كيف نقدر نعمل مانجينج للحاجات الكتيرة اللي تكلمنا للانتربرايز داتا سنتر برانشز يوزرز كلاود ونستعمل ده من ناحية السكيورتي سوفت وير ديفنس وايد اريا نتورك Tape. Security access device. IJAC. Security access service. Ajax is a technology used to deliver wide area network and secure control as a cloud computing service directly to the you know, to the security. To the secure of the connection rather than data center secure access service yeah it's technology used to deliver wide area network and secure control as secure controls as cloud computing service directly to the secure of connections وده بعمل لنا سكيور إذا كان إحنا إننا مثلا داتا سنتر دار نربطه عن طريق كلاود ودار نربطه مع سيرف سيرفيس أزر سيرفيس كلاود سيرفيس مع إننا uh. إننا سيرفيس وإننا داتا سنترز دار نربطه مع بعض سيرفيس طبعا ممكن تكون من كلاود ده الجزء الأول كلها devices security أو أو انتربرايز ديفايسز فأغلبية الانتربرايزز تجد كل الديفايسز ده موجودة أو أغلبيتهم يكون موجود جزء أكبر منه وممكن يكون كله موجود في one enterprise لكن إذا مشيت للسمول كومبانيز الحاجات ده ما بكون موجودة بالصورة دي لانه هيدي اجهزه وكونفجريشن و اتس اكسبنسيف اند كوست موني لانه كونفيناس في ناس بيعملوا كونفجريشن مونيترنج and مانجين للاجهزه دي وكده فانت اعرف اي جهاز الفانكشن بتاعه شنو لانه الاجهزه دي كلها تكلمنا فيو من ناحيه السكيورتي ديما لما تنظر لاي حاجه احنا تكلمنا عنه ما بنتكلم عن الكونفجريشن بتاعه لكن نتكلم عنه how it's function

Allora, lascia il shift con Bukra, inshallah. Allora, se io bye.